طيب عشان يعني المشاهدين يبقوا معانا في اخر الاخبار، شويه اخبار سريعه كده اتفضل. يعني كارتيرون بيكشف عن اللي قاله بعد مباراه الزمالك والاهلي، وقال للعيبه انه يعني لسه الموضوع بدري جدا، واضاف ان هو قال ان ترجمه كلماتي بعد مباراه الاهلي لم تكن موفقه خلال المؤتمر الصحفي. كنت اريد تعبير عن اننا كنا مضغوطين في بدايه اللقاء، لكني لم اتحدث عن المنافس ولم اقل شيئا سيئا عن اللاعبين طبعا. والعودة من السعودية، قال كارتيرون ان هو يعني بتربطه علاقة قوية بين مع جمهور الزمالك، فعشان كده هو فضل ان هو يرجع، وقال ان سنقاتل حتى نهاية الموسم على بطولتي الدوري والكاس. طيب تمام، بس حتى الترجمة دي يجب الترجمة يبقى فيها امانة شديدة. طبعاً.